وحول هذه الزيارة يسرني أن يكون معنا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد صلاح الجنيبي المختص في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد صلاح في نشرة الثامنة. إذن تعتبر زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية الفرنسية هي الزيارة الدولية الأولى له بعد تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الإمارات. ما هي مؤشرات هذه الزيارة ودلالتها من وجهة نظركم؟ نعم، تحياتي لكم وللمشاهدين والمستمعين من خلف الشاشات. اولا ان طبعا زياره الدوله لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تعد اول زياره له واول اختيار كانتخابه رئيسا لدوله الامارات العربيه المتحده، تعد دلاله مهمه على عمق العلاقات الاماراتيه الفرنسيه، وحيث ان يعني اختيار صاحب السمو لفرنسا لا يرتبط فقط بتعزيز العلاقات بين الدولتين، بل يندرج تحت إطار تعزيز التعاون مع دولة مهمة ومحورية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة للشعوب. طبعا يعني الإمارات وفرنسا كما يعلم الجميع وبحسب التقارير شريكين استراتيجيتين في الكثير من القضايا العالمية التي تحقق الازدهار والاستقرار للشعوب. طبعا من اهدافه هو يعني العلاقه يعني تتطلع الى تحقيق الاستدامه وامن الطاقه العالمي والعمل على تطوير التكنولوجيا الحيويه وتعزيز التعليم والثقافه. طبعا يعني الروابط العميقه التي تربط الشعبين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يعني في مكافحه التطرف وخطاب الكراهيه والتنميه الاقتصاديه المستدامه ومبادرات تغيير المناخ. وهناك طبعا عنصر آخر يهدف إلى هذه الزيارة، هناك مصالح مشتركة كما هو المعلوم بين الإمارات وفرنسا، تحرص على أن يكون العالم مستقر ومزدهر. العلاقات الإماراتية الفرنسية طبعا ذات أبعاد استراتيجية تلامس الشراكة التي يراد من خلالها تقديم النموذج الناجح للعلاقات بين الدول والتوازن. في الحقيقة أن يعني ما لمسناه من زيارات واستقباله بالعديد من المؤسسات الفرنسية، كما بدأ جدول الزيارة اليوم اللي هو المتحف الحربي بوزارة الدفاع، ومن ثم الاستقبال الرسمي الذي جرى في الأليزي. طبعا كان أهم أعتقد الملفات المطروحة هي التنمية الاقتصادية المستدامة ومبادرات تغيير المناخ. هناك يعني مسؤولية مشتركة بين الدول، بين دولة الإمارات وفرنسا، يعني تحتوي على التعاون بين الوكالات النووية الإماراتية والفرنسية لضمان الطاقة النظيفة. الإمارات هي أول دولة طبعا في المنطقة تطلق مبادرة صفر كربون. التعاون بين مصدر والمؤسسات، مصدر الطاقة النظيفة والمؤسسات الفرنسية المعنية. هناك إعلان لطيران الاتحاد عن طائرة إيرباص 1000 A350 في مارس إلى باريس تحت عنوان استدامة 50. وطبعا في عندنا التبادل التجاري. العنصر الاقتصادي هي الأولوية القصوى. أهمية فرنسا الاقتصادية والاستثمارية في أوروبا والعالم، في هناك استثمارات متبادلة، احتضان الإمارات للشركات الفرنسية أكثر من 600 شركة ووظائف ل 30,000 شخص. الجالية الفرنسية ومساهماتها في الاقتصاد والتنمية، عندنا نظام التعليم أكثر من 10,000 طالب منتسب فيها، العديد من الملفات حقيقة تشمل هذه الزيارة والجميع. بالتأكيد يعني هي لا شك زيارة شملت جميع جوانب يعني التعاون المشترك بين البلدين، وهو بلا شك يعني سيعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين الصديقين. من أبو ظبي السيد صلاح الجنيبي المختص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. تتسم العلاقات الإماراتية الفرنسية بالعديد من الخصائص التي أكسبتها أهمية خاصة ودفعتها باستمرار نحو النمو والتقدم، إلى أن بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية التي عززها تقارب الرؤى بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، فضلا عن التعاون المتنامي بينهما في المجالات كافة.
وتستمد العلاقات الإماراتية الفرنسية قوتها من دعم ومتابعة وتوجيهات قيادة البلدين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، والتي أسهمت في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. وخلال السنوات الماضية شكلت العلاقات المميزة بين البلدين دعامة رئيسية لمواجهة أنواع مختلفة من التحديات الإقليمية والدولية، ولعبت دورا بارزا في التصدي للتطرف والتعصب، وأسهمت في نشر مفاهيم التسامح والتعايش بين الأديان والمجتمعات. وتسلط زيارة رئيس دولة الإمارات إلى جمهورية فرنسا الضوء مجددا على علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، والتي أصبحت نموذجا يحتذى في بناء العلاقات الدولية.